اللي طالعه لنا جديده دي وهتنوم الناس كلها في البيوت. احنا قلنا ان ما فيهاش تدخل بشري فهتكون دقيقه، برضو هتحتاج صيانه من التدخل البشري. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما متعودين قبل اي حاجه نصلي على سيدنا النبي. الروبوتات المساحيه وتطوير او تطور علم المساحه للدرجه دي. يا ريت لو انت مش مشترك في القناه اعمل اشتراك وفعل زر الجرس وتعمل لايك علشان يوصل للناس اللي محتاجه الكلام ده. ايه الروبوتات المساحيه اللي طالعه لنا جديده دي وهتنوم الناس كلها في البيوت؟ لا طبعا، الروبوتات المساحية دي أنظمة آلية، يعني حاجة مبرمجة كده على حاجات معينة تنفذها. مبرمجة على ايه؟ طيب الروبوتات المساحية دي مبرمجة ان هي تجمع بيانات جغرافية ومساحية بدقة. هي مبرمجة على كده، ان هي تجمع داتا وبيانات جغرافية ومساحية، وكمان شغلها دقيق جدا. ومبرمجة كمان على تطبيقات، فيها تطبيقات تقدر تستخدمها كثيرة جدا في الأعمال المساحية، حتى كمان التخطيط العمراني والإنشاءات والتعدين والزراعة واستكشاف الفضاء، كله ده فيها في الأجهزة دي. فهي شغلها كله بتشتغل وبتعمل على تسهيل الأعمال المساحية، وبتشتغل بدقة، بتوفر وقت وجهد. طيب الروبوتات المساحية دي أصلا بتتكون من إيه؟ أصلا إيه اللي جواها علشان تقدر تعمل لي الأعمال المساحية الصعبة دي؟ فيها الليدرات. الليدرات دي بتعمل على إيه؟ قياس المسافات عن طريق إخراج ليزر أو أشعة ليزر. فالليدر ده بشغله كله، شغله ان هو يعمل أشعة تقيس المسافات بدقة عالية، وكمان يقدر يعمل لي رسم ثلاثي الأبعاد. هو ده الليدر في الروبوت المساحي، ان هو يعمل لي ليزر، الليزر ده يقيس لي مسافات ويعمل لي رسم ثلاثي الأبعاد حواليه، يعمل لي رفع ثلاثي الأبعاد. وبيعمل الرفع ده للحاجات الموجودة طبيعية حواليه، يعني بيرفع أي حاجة حواليه موجودة على الأرض على الطبيعة. وفي نظام الجي بي اس، نظام الجي بي اس ده بيحدد الموقع بتاع المشروع أو الشغل، بيوفر له إحداثيات دقيقة للموقع على سطح الأرض، تمام. وكمان فيها كاميرات ثلاثية الأبعاد. الكاميرات ثلاثية الأبعاد علشان تعمل تصوير ثلاثي الأبعاد للمنطقة اللي شغال فيها أو المنطقة المستهدفة، بيعمل لي صورة ثلاثية الأبعاد. ففيها كاميرات ثلاثية الأبعاد، وفيها برضو أجهزة استشعار أخرى. طب إيه أنواع الروبوتات المساحية دي؟ في أربع أنواع، في روبوتات أرضية، في روبوتات الطائرة، وفي روبوتات بحرية، وفي روبوتات فضائية. أربع أنواع للروبوتات المساحية. الأرضية بتتحرك على الأرض، الأرضية بتعمل مسح أرضي عن طريق إيه؟ في عجلات أو مسارات بتكون للأجهزة دي، فبتعمل الرفع على سطح الأرض، تمام. دي الروبوتات الأرضية. وكمان بتعمل مسح دقيق للطرق والإنشاءات والمشاريع كمان الحضرية، وأي حاجة على سطح الأرض من مشاريع هتشتغل فيها. الروبوتات الطائرة اللي هي أجهزة طائرة بدون طيار، بتعمل إيه؟ بتعمل مسح جوي، بترفع رفع جوي، وده بيستخدم طبعا في المناطق الواسعة والمناطق الكبيرة، لأن فيها كاميرات عالية، تمام، وبتشتغل بدقة وبتعمل مسح على مستوى عالي. فبالتالي بتستخدم لمناطق واسعة زي المزارع والغابات والمدن الحديثة اللي هي حابة تشتغل يعني، والمناطق الجبلية.
الروبوتات البحرية دي بتستخدم لمسح قاع البحر وبترفع تضاريس القاع من تحت، وكمان بتجيب لي الأعماق لسطح من سطح البحر لقاع البحر. دي الأجهزة الروبوتات البحرية، فبالتالي بتوفر لي معلومات عن الأعماق والتضاريس البحرية. الروبوتات الفضائية دي بتستكشف الأجرام السماوية زي القمر والمريخ، وبتجمع لي بيانات عن التضاريس والتربة باستخدام أجهزة استشعار متقدمة. طب إيه مزايا الروبوتات المساحية؟ أكيد طبعا هنقول دقة عالية، لأن ما فيهاش تدخل بشري، فيها دقة عالية وكفاءة من إن هي بتوفر وقت وجهد وأمان، لأنها ممكن توصل للأماكن التدخل البشري ما يقدرش يوصله، تمام؟ فبالتالي فيها أمان، وفيها أمان لوصف الموقع بشكل دقيق برضو، سيستمها كده وبرامجها مبنية على الدقة والأمان في إن هي توصلك للموقع بشكل ممتاز وتوصلني الأماكن التدخل البشري ما يقدرش يوصلها. وكمان التغطية الواسعة، ممكن تعمل لي مناطق واسعة بسرعة وبدقة كبيرة، تقدر ترفع لي أماكن كبيرة جدا بسرعة وبدقة. طيب إيه التحديات اللي بتواجه الموضوع ده؟ وده الأهم بالنسبة لنا، إيه التحديات اللي بتواجه موضوع الروبوتات المساحية؟ أولا، وكلنا عارفين الكلام ده من أول ما سمعت الفيديو أكيد جه في بالك الكلام ده، التكلفة العالية. أكيد طبعا تكلفة عالية جدا للموضوع ده عشان تعمله وتشتغل بيه، بس تقريبا على المدى البعيد ممكن يدخل، ليه ما يدخلش؟ ممكن يدخل ويحصل انخفاض عادي جدا وهيتجاب للمشاريع الكبيرة. وطبعا التحدي الثاني بالنسبة له هي الصيانة الدورية، أكيد حاجة زي كده بتحتاج صيانة دائما عشان تتأكد من دقة شغلها، مش هتعتمد عليها كده وخلاص. احنا قلنا ان ما فيهاش تدخل بشري فهتكون دقيقة، برضو هتحتاج صيانة من التدخل البشري بشكل دوري، وليها برضو قوانين ولوائح شديدة شوية ان انت تستخدم الكلام ده وتستخدم الطائرات اللي هي بدون طيارة، في لوائح وصعوبات في القوانين والكلام ده. فبالتالي نقدر نقول ان في تطور حقيقي في مجال المساحة وفي تقدم، وموضوع ده ثروة في مجال المساحة. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، أتمنى الفيديو يكون على إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.